مشاهدين ساعه عن بال، مساء الانوار. كل اسبوع معانا ساعه مختلفه في حياه كل واحد فينا. ممكن ياخد قرار يغير حياته. ساعه عن بال كل اسبوع بيناقش موضوع مختلف. بنتكلم عن القوى الناعمة، عن الإبداع، عن الفن، عن الروح، عن الذات وغيرها من الأمور. بعد أسبوعنا ما بيخلص ممكن نلاقي نفسنا حاجزين كرسي في مسرح أو سينما أو حفلة. تعالوا كده نتخيل مع بعض، بعد ما الحفلة بتخلص وتنتهي مشاعرنا بتكون ازاي؟ حاجات كتيرة بتتغير جوانا. ممكن أفكارنا، روحنا، الطاقة اللي موجودة عندنا، ده ممكن خلال الساعة دي نعيد ترتيب أوراقنا من أول وجديد، أو نغير قراراتنا أو اتجاهاتنا. يعني ساعة ممكن تغير أسلوب تفكيري وثقافتي. هو ده اللي عايز يقوله ساعة مع نبال. عايزين يكون لينا بصمة وتأثير على كل فرد من الأفراد اللي بتشوفنا والمشاهدين اللي بيتابعونا. هو ده المقصود من ساعة مع نبال، إن يكون في تغيير في الثقافة، في الفكر، في تذوق الفن. وعشان كده كل حلقة إحنا مختلفين فيها. إيه رأيكم نبدأ ساعة مع نبال؟ عرفنا بحضرتك. كريم زين العابدين، عازف اوركسترا اوبرا القاهره، دار الاوبرا المصريه. تقول لنا ايه النهارده في احتفالات الاوبرا؟ نحب نقول لكل جمهور الاوبرا كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب نقدر نساعدكم في الموسم الجاي الجديد بكل العروض اللي انتم بتحبوها، باليه او اوبرا او جميع فرق الاوبرا ان شاء الله. شرفنا بحضرتك واهلا بيك. شكرا لحضرتك فعلا. شكرا. عرفينا بنفسك. انا اسمي كنزي تركي، عندي 18 سنه ومغنيه في مركز تنميه المواهب في دار الاوبرا المصريه. قولي لنا كده احتفاليه 31 للاوبرا. طبعا دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، انا عندي 18 سنه وان دي اول تجربه ليا انه انا اغني في حفله كبيره زي النهارده. افتكري ان احنا محتاجين احتفالات زي دي اكتر من كده، ولا بس ان احنا بس ايام احتفالات الاعياد فقط لا غير؟ لا طبعا محتاجين اكتر من كده، عشان يعني الثقافه عامه دي او الغنى والارت بكل انواعه بيبني جوه الشخصيه نفسها روح تانية غير اللي موجوده بس انها تشتغل وتعمل حياه تانية. لا يعني بتخليه حتى يحب الحياه اكتر من لما يكون مثلا متضايق، يرسم، يغني، يعمل حاجه بيحبها. احنا كمان نوصل الثقافه دي يعني للولاد وللشباب، والناس تعرف يعني ايه اوبرا، وازاي ان هم يبقى عندهم ثقافه الفن، وان هم يجوا بصفه مستمره مش بس ايام الاعياد فقط. طبعا يعني. ايوه صح طبعا. تقولي لي انا اولا اقول للاوبرا اللي هم اهلي انه انا فخوره جدا جدا انه انا واحده منكم. بشكرك جدا. ميرسي ميرسي جدا. اهلا بحضرتك في ساعه مع نبال، المايسترو نائل ناجي. ماير ناجي، اهلا وسهلا. حضرتك تقول ايه النهارده على احتفالات الاوبرا؟ طبعا في العيد ال 31 طبعا احنا سعداء جدا، دار الاوبرا المصريه يعني بيتنا الثاني، مكان قضيت فيه 27 سنه من حياتي. سعداء ان احنا بنقدم بانوراما
لكل انواع الفنون اللي بتقدم في الاوبرا من موسيقى كلاسيكيه وموسيقى عربيه واوبرا وباليه وخلافه. انا دايما يعني سؤالي ان احنا مش عايزين ان بس يقتصر ده على يوم معين في السنه، المفروض ان الثقافه دي تبقى متواجده واولادنا تتوارث لاولادنا يعني بصفه مستمره. حضرتك تقول ايه لكل اللي بيشوفونا النهارده، وازاي الثقافه دي نقدر نوصلها لاولادنا؟ ببساطة شديدة، دار الأوبرا المصرية بتقدم خلال الموسم أكتر من 600 حفلة. تقدر تاخد بروجرام الأوبرا وتختار أنواع الحفلات المناسبة ليك. هتلاقي في جميع أنواع الفنون. الأوبرا لا تقدم فقط الموسيقى الكلاسيكية ولا تقدم فقط الموسيقى العربية. بس حضرتك بتشوف إن الإعلام يعني مدي الأوبرا حقها؟ في الآونة الأخيرة أقدر أقول كده. في إقبال كبير جدا، في إقبال كبير جدا. نطمع إنه يبقى أكتر، وإنه ما يبقاش بس في القاهرة وإسكندرية، لكن يبقى كمان في الأقاليم زي مسرح دمنهور مثلا. دايما مليان ناس، وإحنا بنبقى سعداء جدا هناك، بنروح هناك. وأنا أعرف طبعا معالي وزيرة الثقافة افتتحت مسارح كتير جدا في الدلتا وفي الصعيد، طبعا بنشكرها على كده علشان يحصل عدم مركزية للفنون بالذات الفنون الرفيعة. أشكر حضرتك وبشكر وجودك معنا في ساعة معي. شكرا جزيلا. اللي حضراتكم شفتوه من شوية ده كان احتفالات دار الأوبرا المصرية بمرور 31 سنة على وجودها على أرض مصر. كان طبعا لازم النهاردة يكون معانا شاب من أولاد الأوبرا المصرية يشاركنا النهاردة احتفالاتنا بعيد الأوبرا المصرية وبمرور 31 سنة على تواجدها. فنان شاب صاحب صوت ذهبي وحاصل على جائزة الدكتور أحمد زويل للإبداع الفني في الغناء العربي، وحاصل على الجائزة الأولى في الارتجال 2008 وبدار الأوبرا المصرية، وحاصل على الدكتوراه الفخرية نوبل في الطرب من العالم الدكتور أحمد زويل. الفنان الشاب إبراهيم راشد، أهلا بحضرتك ومنورنا في ساعة معني ذلك. اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد ان انا معاكم النهارده في قناه الصحه والجمال. خليني يعني ابدا الاسئله بتاعتي باني اقول لك الاوبرا بتمثل لك ايه؟ الاوبرا بتمثل لي هي عروس الفن المصري. البقاع او المكان الوحيد اللي في مصر بيسعد ملايين الجمهور من فن راقي، سواء موسيقى عربيه، سواء انشاد ديني، سواء فن الليلة الكبيرة، سواء المهرجان الموسيقى العربية اللي بيجمع كل ما هو فنان في الشرق الأوسط. برضو ما ننساش برضو ان فيها أوركسترا السيمفوني، ما ننساش برضو ان هي فيها الباليه، ما ننساش طبعا اللي فيها برضو إبداع في المتحف المصري الفنون التشكيلية اللي موجودة في الأوبرا، الصالونات الثقافية الجميلة اللي بتتعامل بتجمع الناس اللي هي عندها قدرة على كتابة الشعر. صالون ثقافي دايما بيتعمل في الشهر في المسرح الصغير للشعراء الكبار. والحاجة الجميلة في الأوبرا مركز تنمية المواهب اللي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتشرف عليه، ووسعت نطاقه ووسعت مجاله أكتر في المحافظات. يعني أنشأ مركز تنمية مواهب في دمنهور واسكندرية وطنطا والصعيد، فكان مركز تنمية المواهب قائم على حضرتك دار الأوبرا بس. وفي حاجة برضو طبعا كلنا عارفين، في حاجة اسمها كورال مواهب الأوبرا، كان المايسترو سليم سحاب بيقودها، دلوقتي المايسترو أحمد عامر، فبتحافظ على المواهب المصرية. يعني الأوبرا ليها يعني مكانة خاصة عند الفنانين
بتجسد العراقة والأصول بتاعتنا والثقافة. يعني إحساسك، عايزة أوصل يعني إحساسك إيه، أو هي بتمثل لك إيه أنت شخصيا؟ طبعا يعني بتمثل لي بيت الكبير، الحضن الدافي ليا كفنان. يعني حضرتك دايما يعني الطفل لما تلاقيه بيغني هو صغير لا يدري ان هو بيقول ايه، ولكن لما يسمع حد عنده ملكة الإحساس بان ده فعلا موهبة، ممكن حد يسمع صوت الله ده صوته جميل، بس لما يكون انت حضرتك يعني بتفهمي في الموضوع ده وبتحبي ان انت تساعدي الصوت دوت مستخسراه ان هو ما ينتعرفش، وهي دي بقى دار الأوبرا بقى. يعني طيب يعني ايه رايك بقى تسمعنا حاجه كده نبدا بيها حلقه؟ احنا نبدا بقى تحيه لقناه الصح والجمال طبعا. في ظل ان هي بتفتح باب لكل ما هو مبدع، وتقول له يعني دار الاوبرا المصريه بابها مفتوح، وقناه الصح والجمال برضه بابها مفتوح لكل صوت مصري اصيل. اتفضل. ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل، بشرى تزف بساعة لنبالي، بجمال صحة من لدن علامي، وتعطرت تلك القناة بفرحة، وتعطرت تلك القناة بفرحة فيها الجمال تحية بسلامي. فنبالها جبر تدوم منعمة، يا بنت مصر يا بنت مصر الأبرة في أنسامي، ورعاك رب العرش في عليائه، ورعاك رب العرش في عليائه، فهو الغني وصاحب الإكرام. أنا راشد قدمت ذاك قصيدتي، وبحورها أهدت مع الأنغام. الله. ويعني مش عايزة أقول لك يعني أنا سعيدة إزاي إن النهاردة يعني بتغني أغنية وباسمي، وده يعني حاجة شرف ليا والساعة مع نبال والصحة والجمال. وذكرنا برضو الصحة عشان ما حد طبعًا. يعني وبعدين حضرتك قلتي فاول يعني البداية، يعني ايه ساعة مع نبال؟ هل يعني انت شوقت الجمهور؟ هل يعني تتوقعوا ايه النهاردة لما حد يسقف واللي مثلا مبدع؟ هو فعلا خطوة جميلة جدا او اشارة من حضرتك ان لما تكوني رايحة مكان وراحة تسمعي وفجأة تلاقي فعلا انت مروحة مبسوطة، اكيد بتنسيك كل ما هو حزن او ما يمر به الانسان من خاطر. فهي دي مصر بقى لما اولادها يقوموها يعني. كان لحضرتك فيديو، تعالى كده نرجع مع بعض للذكريات شوية، كان ليك فيديو مميز قوي اعتقد ان هما هيعرضوه. تمام. ايه رأيك بقى نفتكر مع بعض؟ منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي
ثروتي حفن التراب، ما أخاف الفقر لكن كل خوف من الضباب. ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. ما أخاف الفقر لكن كل خوف من الضباب. ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. ورجعنا تاني ومعنا الصوت الذهبي الشاب واللي يعني صوته مميز جدا، واسعدنا النهارده بالاغنيه كمان اللي عملها لنا مخصوص، وكانت مفاجاه لينا في ساعه مع نبال. حضرتك فاكر اول اغنيه غنتها على مسرح الاوبرا كانت ايه؟ طبعا كنت بقول حبيبي يا سيدنا النبي في ذكرى الليلة المحمدية. ودي كانت ابتهال، يعني كانت أول مرة أطلع بيه. أنا أعرف أن أنت حضرتك من نجوم إذاعة القرآن الكريم، صح؟ الحمد لله. طب إيه رأيك تسمعها لنا؟ تمام، نعلي الصوت شوية بس. نعلي الصوت شوية. حبيبي يا سيدنا النبي، الميم أول حرفه والحاء نور جماله. الميم أول حرفه سيدنا النبي، والحاء نور جماله، والميم فيه بإذنه، والدال آخر اسمه. كيف سكنت، كيف سكنت بجسمه؟ صلوا على طه الحبيب وآله. الله. الفنان التكريم بالنسبة له بيبقى حاجة ليها طابع خاص جدا بالنسبة له. بتشوف ان لما بيعاد تكريم الفنانين تاني ده يعني تأثيره ايه؟ بالتأكيد ده مكافأة على اللي قدمه في حياته. ممكن هو حس ان هو ما عملش حاجة في حياته. لذلك انا بشكر طبعا دار الأوبرا المصرية، حريصة جدا ان هي بتعمل من خلال مهرجان الموسيقى العربية بتكرم العظماء في الإبداع. يعني بتشوف حتى يعني مش لازم نجيب يعني دكتورة الناس عبد الدائم، لما بتيجي تكرم حد بتكرم الصغير والكبير. يعني يعني بتراعي حتة مثلا الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار محمد سلطان، كل سنة بتجيب نجم من نجوم الزمن الجميل مع نجم صغير طالع كمايسترو كعازف كمان تميز عن زملائه. طبعا كونتر باص، يعني بتفكر يعني الناس ان كل واحد ما هو ولكل مجتهد النصيب. يعني هي كمان بتحاول ان هي وزيرة الثقافة، يعني الأستاذة الدكتورة إناس عبد الدايم، بتحاول ان برضو ان تحيي تاني الزمن الجميل اللي احنا بقينا يعني نفتقد تذوق الفن
الجميل بتاع عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم والناس العظماء دي اللي يعني ودنا تعبت من الحاجات الغريبة اللي احنا بقينا بنسمعها دلوقتي. هي بقى يعني تقدر تقول حضرتك يعني سجارة بتطفى على يعني انتشار فاسد. يعني دار الأوبرا دي المصرية بدليل ان مسارح المحافظات كلها، في دار أوبرا اسكندرية، في دار أوبرا دمنهور، في دار أوبرا بورسعيد لسه ما خدتش حقها، في طنطا. فالحاجات دي كلها ادت فرصة للناس الكبار اللي في المحافظات ان كان عشان يروحوا الأوبرا كل سنة مرة، لا ده عندك الفرقة بتجيلك لغاية بلدك وبتساعدك. استاذ ابراهيم، كل اللي في الاستوديو مش عايزين حضرتك تتكلم، عايزينك تغني. ايه رأيك بقى؟ ان شاء الله. عايزين نسمع حاجة من الزمن الجميل، اختارها انت بقى زي ما انت عايز. اغنية عزيزة على قلبي قوي للفنان ماهر العطار، بلغوه شوقي وسلامي بلغوه. انا بقى بهديها لكل حد زعلان من حد عايز يصلحه، وبلغوه يعني دي بتوحي بالغربه برضو لما يكون حد مسافر وسايب بلده، يقول بلغوا امي السلام، بلغوا ابي السلام، اخي السلام. بتقول بلغوا شوقي وسلامي بلغوا، طمنوا إن سألكم عني ابقوا طمنوا، ما تقولوش إني بكيت في غيابه واشتكيت، ما تقولوش عني كده لا تزعلوا، بلغوا بلغوا إني أنا لسه بحبه، واسألوا إمتى حيسعدني بقربه، ولقيته حبي لسه جوه قلبه، ما تقولوش إني بكيت في غيابه واشتكيت، ما تقولوش عني كده لا تزعلوا، بلغوا فكروا باللي مضى بينه وبيني، واسألوا فاكر هوا ولا نسيني، فكروا باللي مضى بينه وبيني، واسألوا فاكر هوا ولا نسيني، لو يكون ناسي ومش فاكر يجيني، ما تقولوش اني بكيت في غيابه واشتكيت، ما تقولوش عني كده لا تزعلوا، بلغوا. انت حضرتك بتشوف ان الاوبرا الاجيال الجديده اللي هم 18 و20 سنه بيروحوا يعني عارفين يعني ايه اوبرا، عارفين يعني ايه الموسيقى العربيه، عارفين الحاجات دي، ولا انت شايف ان اكتر الناس كلهم من الاجيال القديمه؟ هو بصراحه كلهم الاجيال القديمه، بس الشباب بصراحه في اقبال من الشباب للاوبرا دلوقتي، خاصة يعني بتلاقي في المسرح عدد كبير من الشباب خاصة حاضرين. خاصة لما الاقي شباب زي بغني يعني بحب يشوف ايه اللي خلى المطرب ده ما يغنيش الفن اللي بره. حتى كتير بيقولوا لي انت ليه سايب نفسك؟ ما بتغنيش شبابي ليه؟ ما بتغنيش ده ليه؟ فبقول لهم انا بحافظ على القيمة والرسالة اللي انا بقدمها كابراهيم راشد. دايما اقول انا راشد وفن جديد ومتحف طه عنواني واكاديمي، وبقول في جديد بحب الفن قدامي، يعني اشوف الفن التراث الاصيل، سواء ابتهال ديني سواء اغنيه دينيه وطنيه عاطفيه، لازم احافظ على اسم ابراهيم راشد على قد ما اقدر. طب ما تسمعنا حاجه بقى ابتهال وين شاد. انا ابن مصر الطيبه الملهمة العبقرية الرائدة،
أنا ابن مصر الطيبة الملهمة العبقرية الرائدة، مش من نهر ده من زمان، أو صفها أو سحر المكان، مش من النهارده ده من زمان، أو صفها أو سحر المكان، في كل شيء تلاقيها هي 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 السيدة. النعمة فوق الحد فخرا وما تتعد، النعمة فوق الحد فضلا وفوق العد، نعمك يا واحد أحد في الإحصاء ما تتعد. عليك صلى الله يا حبيبي، عليك صلى الله، عليك صلى الله يا نبينا، عليك صلى الله. في الصحة نجينا، الله الله الله، في الساعة ودعينا، الله الله الله، في الصحة نجينا، الله الله الله، في الساعة ودعينا، الله الله الله، اكرمنا يا رحمن وسدد خطاوينا. الله. طيب قبل بقى ما تسيب برضو المايك، سمعت منك قبل كده قمر سيدنا النبي، وانت من الناس اللي بيأدوها بتميز عالي جدا، ايه رأيك تسمعها لنا؟ بالنسبة لقمر سيدنا النبي دي حضرتك في دقيقة بسيطة بس أوضح إن كان في شاعر توفاه الله من سنة اسمه البشمهندس خالد أبو العينين، فقال لي على رسالة جاية من الشيخ علي الجعار إن هي أول واحدة كتبت كلمة قمر سيدنا النبي علشان ما فيش حد ينسبها لنفسه. قالت الشيخ علي الجعار، قالت هيجي حد من الزمان بعد ما توفى من الشباب هيقول قمر، فأنا بفضل الله أنا ومصطفى عاطف قلنا قمر، كنت أنا ظهرت بها في الإمارات العربية في منشد الشارقة، فهو دخل لها المزيكا وربنا أكرمه فيها وتعرف بها. فأنا بقول إن قمر دي من روح الشيخ علي الجعار، قالت في يوم من الأيام هيغنيها شاب أو شاب من الشباب ومصر كلها هتغنيها، فأصبحت على الشيخ محمود التهامي دايما يقول هذا النشيد الوطني لمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فدي رحم الله من كتب، ورحم الله من علم، وبارك الله في من ينشد بإخلاص لتصل الرسالة السماوية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبناء مصر هم اللي قرأوا القرآن صح، وإن أبناء مصر هم اللي أنشدوا في حب سيدنا النبي صح، وإن مصر ولادة سواء شاعرا أو ملحنا سيتظل مصر رائدة فوق الجميع في فنها طربا ولحنا وابتهالا وإنشادا. نسمعها مع بعض. يا أكحل العين يا نبينا يزين، يا أبو الخدود وردي، لأقوم في نصف الليل واجعلك يا رسول الله وردي، مكتوب على باب الحبيب سيدنا النبي، مكتوب على باب الحبيب سيدنا النبي، سطرين بالهندي معتوق من النار، معتوق من النار،
من جاء هنا عندي قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل أتينا في الصحة لما دعينا الله الله وجئت أمدح الهادي نبينا الله الله أتينا في الصحة لما دعينا الله الله وجئت أمدح الهادي نبينا فمدحه يفرح القلب الحزين فمدحه يفرح القلب الحزين حبيبي انت وبس يا نبينا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. يعني احنا مستمتعين معاك بشكل مش عادي، يعني احنا عايزينك يعني تغني على طول من كتر ما احنا صوتك مؤثر واحساسك عالي قوي يا استاذ ابراهيم حقيقي. هو الحب كده حضرتك، لما الانسان يحب حد من قلبه فبتصل الرساله بالظبط. حب سيدنا النبي ده حاجه زي، بص حضرتك، حب الوطن وحب سيدنا النبي وحب اهل البيت، يعني الثلاثه دول ان محدش عملهم في الدنيا ما يرتاحش. يعني بليغ حمدي بقى ذكرياتك ايه معاه؟ ده بليغ ده بيسموه في كلمنا بقى في شغل كلمنا عن يعني المعلمين الموسيقيين ده المصيبه الكبرى اللي او الهديه الكبرى مش يعني المصيبه في المزيكا، انما الهديه الكبرى اللي ربنا سبحانه وتعالى اهداها لمصر. ايه اكتر الحاجات اللي بتحبها للموسيقار بليغ حمدي؟ طبعا مولاي عملها للشيخ النقشبندي، وكان الشيخ النقشبندي مش مقتنع جدا، الرئيس الراحل انور السادات قال تعالى يا بليغ انا عايزك تلحن للشيخ مولاي، فقال له لا انا مش هغني يا سياده الرئيس انا مش هغني، قال له هتغني انا هتغني. فقال والله انا نجيت لقيت الشيخ قالع الجبه والطربوش على دماغه يبقى الشيخ وافق، لقيته لابس زي ما هو هعرف ان هو تاه ومش قادر. فجه الشيخ النقشبندي اول ما رئيس السادات دخل من الباب في الاستوديو راح مقابل رئيس السادات بالحضن ويبكي. فقال له بس خلاص خلاص وصلت الرساله، فلقاه بقى بالقفطان وعرقان وبتاع، قال الاغنيه دي باذن الله سواء كنت حيا انت او انا حيا ستلف العالم بسبب هذا المبدع الخطير ده، بليغ ده تحفه ومشكله شائي قوي في المزيكا. فطبعا بقى عمل طبعا بحترمه جدا في دار يا دار فنان وديع الصافي. تختار له ايه بقى تطربنا بيه؟ يعني انا بحب دار يا دار جدا. احنا نقول دار يا دار. طيب عشان تمام. مولاي بتحتاج المزيكا اكتر يعني. تمام اتفضل. امانة يا دار قوليلي فين سكانك الاول، قالت جفوني وحبل الجفا طويل. أمانة يا دار يا دار قوليلي فين سكانك راحوا
راحوا وسكنوا القبور وسابوك في مكانك. قوم افرحي يا دار اهو ابنهم جالك هيعمرك يا دار ويعلي جدرانك. دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار. لياليكي كانت نور تسبح في ضي بحور صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار. لياليكي كانت نور تسبح في ضي بحور صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار. راحوا فين حبايب الدار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار. داري الدمع يا عين داري 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 الدمع يا عين ما تزوديش الغيب داري الدمع يا عين داري 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 الدمع يا عين ما تزوديش الغيب في رب اسمه كريم ساعة المحن ستار. وراحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار. الله أنا طماعة قوي النهاردة بصراحة معاك يا أستاذ إبراهيم ونفسي تسمع لي حاجة كمان لبليغ. بليغ هم شكلهم منشنين على مولاي بس هو طبعا بليغ ما يتشبعش منه حضرتك خالص في سيرة الحب البليغ. طيب نسمع نقول فات من عمر سنين وسنين فات من عمر سنين وسنين شفت كتير كتير عاشقين فات من عمر سنين وسنين يلي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب اما الحب يا روح عليه يا روح عليه في الدنيا ما فيش ابدا ابدا احلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب يا سلام على القلب وتنهيده
في وصال وفراق يا سلام، وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق. آه يا سلام عالدنيا حلاوتها في عين العشاق، يا سلام يا سلام على فرحتها، يا سلام يا سلام. وانا خدني الحب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، ادوب في الحب وصبح وليل. وليل على بابه. طبعا دايما المطرب الاوبرا بيغني لنفسه، يعني لعبد الحليم، عبد الوهاب، وليل لما حد بيغني ام كلثوم. ولكن سيدات الغناء العربي كنا بنتعلم منها ازاي تغني، يعني بالذات لما تعرفي حضرتك الملحن بقى مين، بتحبي تغني له، تحبي تعرفي عنه كل ما هو من اعماله وتاريخه. احنا حقيقي مستمتعين معاك قوي النهارده، وكان كاميرا ساعة مع نبال، بما ان في احتفالات وبنحتفل بالاوبرا وبمرور 31 سنة على وجودها، كمان ساعة مع نبال كانت بتغطي احداث مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي، وهنشوف مع بعض دلوقتي تقرير سريع عن المهرجان وأحداثه. انطلقت بأوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش فعاليات الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كان برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحضر طبعا الافتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من النجوم مصر والعالم العربي، منهم طبعا الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، واللي كان بيحمل المهرجان اسمها، والمخرج الكبير محمد فاضل، والمنتج محسن عالم الدين، والمخرج الكبير علي عبد الخالق. المهرجانات طبعا الفنية السينمائية بيكون فيها تكريم لأعمال الفنان، وطبعا تم تكريم عدد كبير من الفنانين، منهم طبعا الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، وهي معانا دلوقتي على الشاشة بيتم تكريمها، وكان ليها يعني كلمة عبرت فيها عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، بالرغم ان هي وان التكريم ده بالذات كان له طابع خاص بالنسبة لها جدا، لان بالرغم ان تم تكريمها اكتر من مرة يعني في السابق في نفس المهرجان، لكن المرة دي كان له طابع خاص لانه بيحمل اسمها. وطبعا الفنانة نبيلة عبيد من الفنانين العظماء، ولها تاريخ كبير في السينما ويعني في العالم العربي كله. كمان تم تكريم المخرج محمد فاضل والفنان محمود قبيل، ويعني المخرج الكبير محمد فاضل كان يعني برضو يعني عبر عن سعادته وبوجوده في مهرجان اسكندرية السينمائي وتكريمه. الفنان الكبير كمان محمود قبيل تم تكريمه، وكان له كلمة يعني يوجه الشكر لكل اللي موجودين في المهرجان، وعبر برضو عن سعادته بهذا التكريم. دي كانت تغطية سريعة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ودي كانت كاميرا ساعة مع نبال قامت بتغطية الحدث.
هرجع معاكم تاني بقى للأوبرا ولفناننا الجميل الشاب إبراهيم راشد. قول لي كده بقى، يعني اسمح لي بقى أقول لك إبراهيم على طول كده، ها أنت خدت تكريم من الأوبرا، آخر تكريم أخدته كان إمتى؟ كان في مهرجان الموسيقى العربية، في الدورة اللي أنا غنيت فيها رائعة الفنان لطفي بوشناق أنا مواطن. ولكن التكريم الحقيقي اللي الحمد لله أنا حكيته على معظم القنوات يعني، بس المفروض الحاجة دي أصلا لما أشوف حضرتك رؤية من الـ من الـ من الـ يعني من ميزات الناس الصالحين، ما تشوف رؤية ما تقوليش عليها. ولكن أنا بقول إن ده حاجة تمناها إبراهيم راشد، يعني في ذكرى رحمه الله إن العالم الكبير دكتور أحمد زويل، المسابقة دخلتها أكثر من 4 مرات محاولة إن أنا مش علشان الجائزة المادية اللي أنا أخدها منه، اللي أنا يعني كنت ابقى سعيد جدا ان انا افوز باللقب عشان اسلم احنا على حاجه. عايزين نسمع بقى الاغنيه ونختم بيها النهارده في ساعه مع نبال. الاغنيه اللي تم تكريمك يعني بيها، او تختار لنا اي اغنيه انت حابب ان انت نختم بيها ان شاء الله. برضه هنقول حاجه لمصر، طيب. بتذاع دايما على اذاعه القران الكريم، مصر ارض الانبياء والمرسلين. تمام. كلمات الشيخ عباس الديب والحاني. تمام، اتفضل. أيام ذكرى النصر جاءت مرحبا، تشهد بأن بلادنا وطنا عزيزا أنجبا، أبطال حرب وسلام حرروا، أبطال حرب وسلام حرروا سيناء وأزاحوا العدو والغاصبا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترتفع أعلامنا شكرا إلهي كان هذا المطلب. مصر أرض الأنبياء والمرسلين، أمي ماريا وهاجر والسنين، مصر أرض الأنبياء والمرسلين، أمي ماريا وهاجر والسنين، مصر أم النيل سقت سيدنا الخليل، مصر أم النيل سقت سيدنا الخليل، سيدنا موسى وسيدنا عيسى شافوا مصر الحلوة غين وفتوا بعروسة، مصر في الإنجيل وفي التوراة معاني، مصر في القرآن ذي السبع المثاني، مصر في الإنجيل وفي التوراة معاني، مصر في القرآن ذي السبع المثاني، مصر كعبة فنحا لنبع صافي، مصر فيها الشعر موزون القوافي، مصر حضرة برايه خضرة، مصر حضرة برايه خضرة،
مصر دي بلادي انا، مصر دي بلادي انا، فلتحيا مصر.